بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والساده الحضور الكريم ياتي شهر اكتوبر من كل عام حاملا معه نسائم الانتصار والمجد تلك الايام التي نستحضر فيها دروس النصر ونحتفي بالابطال والشهداء ونحيي ذكرى انتصارات اكتوبر العظيمه التي تتزامن مع احتفالنا بتخريج دفعات جديده من طلبه الاكاديميه العسكريه المصريه لينضموا الى ساحات الشرف والبطوله مدافعين عن امن مصر وسلامه شعبها بعد ان تم اعدادهم وفقا لافضل وارقى المستويات العسكريه والعلميه شعب مصر العظيم في مثل هذه الايام منذ واحد وخمسين عاما حققت مصر نصرا سيبقى خالدا في ذاكره هذا الوطن وعلى صفحات تاريخه المجيد انتصارا يذكر الجميع دائما بان هذا الوطن بتلاحم شعبه وقيادته وجيشه قادر على فعل المستحيل مهما عظم وان روح اكتوبر ليست شعارات انشائيه تقال بل هي كامنه في جوهر هذا الشعب ومعدنه الاصيل تظهر جليه عند الشدائد معبره عن قوه الحق وعزه النفس وصلابه الاراده ويسجل التاريخ بكلمات من نور ان مصر عزيزة بأبنائها قوية بمؤسساتها شامخة بقواتها المسلحة وفخورة بتضحيات أبنائها إن ما حققته مصر في حرب أكتوبر المجيدة سيظل أبدا سيظل أبدا الظهر شاهدا على قوة إرادة الشعب المصري وكفاءة قواته المسلحة وقدرة المصريين على التخطيط الدقيق والتنفيذ المحكم. السيدات والسادة، يأتي احتفالنا هذا العام بذكرى نصر أكتوبر المجيد في ظرف بالغ الدقة في تاريخ منطقتنا التي تموج بأحداث دامية متصاعدة تعصف بمقدرات شعوبها وتهدد أمن وسلامة بلدانها وياتي هذا التصعيد الاقليمي وسط اجواء من الترقب على المستوى الدولي تذكرنا بما حققه المصريون بالتماسك وتحمل الصعاب من اجل بناء قوتنا المسلحه للحفاظ على سلامه هذا الوطن الغالي وتبديد اي اوهام لدى اي طرف ان اللحظه التاريخيه الفارقه التي تمر بها منطقتنا اليوم تدعونا للتاكيد مجددا بان السلام العادل هو الحل الوحيد لضمان التعايش الامن والمستدام بين شعوب المنطقه وان التصعيد والعنف والدمار يؤدون الى دفع المنطقه نحو حافه الهاويه وزياده المخاطر اقليميا ودوليا بما لا يحقق مصالح اي شعب يرغب في الامن والسلام والتنميه ومن هذا المنطلق فان مصر تؤكد موقفها الثابت المدعوم بالتوافق الدولي بضروره اقامه الدوله الفلسطينيه المستقله كسبيل وحيد لارساء السلام والامن والاستقرار للجميع شعب مصر الابي الكريم اسمحوا لي أن أتوجه اليوم بالتحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية، تلك المؤسسة الوطنية العريقة، التي لم ولن تتخلف يوماً عن التصدي لتحمل المسؤولية مهما ثقلت، وتأدية الأمانة مهما بلغت تحية مهما بلغت، تحية لها بجميع أجيالها من المحاربين القدامى إلى الأجيال الصاعدة. وسلاما على شهداء مصر الابرار من القوات المسلحه الذين ضحوا بارواحهم فداء لشعبها وتحيه لاسرهم وعائلاتهم الذين تحملوا قسوه الفراق وقدموهم ثمنا غاليا ليعيش الوطن كريما مطمئنا كما نتوجه بتحيه احترام وتقدير متجدده الى روح البطل الشهيد الرئيس محمد انور السادات بطل بطل استرداد الكرامه والارض بالحرب والسلام بالشجاعه والرؤيه الاستراتيجيه ونقول لروحه اليوم انما وهبت حياتك من اجله لن يضيع هدرًا او هباء بل وضع الاساس الراسخ الذي نبني عليه ليبقى الوطن شامخا والشعب آمنا يحيا مرفوع الراس على ارضه لا ينقص منها شبر ولن ينقص باذن الله وهذا وعدنا وعهدنا لشعبنا العظيم ودعوني اؤكد في ختام كلمتي ان سلامه هذا الوطن ما كان لها ان تتحقق في مواجهه تلك التحديات التي مررنا بها على مدار السنوات الماضيه. لولا صمود هذا الشعب الامين ووحدته فتضحيات ابناء هذا الوطن هي نهر عطاء مستمر على مدار التاريخ. وان اختلفت صورها فستظل مصر بوحده شعبها اكبر من جميع التحديات والصعاب. وسيستمر تقدمها للامام محفوظا بنصر الله ورعايته. واراده وعزيمه ابناء هذا الشعب الكريم كل عام وانتم بخير ودائما وابدا وبالله العظيم تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته